الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز بالعلم وأكرم، وأذل بالجهل وأرغم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من تعلم وعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى سبب من أسباب العلم. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، العلم في دين الإسلام من أهم ما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة أمراً وتحريضاً ودعوةً وترغيباً. ولذلك دين الإسلام دين علم ومعرفة، ومما يدل على ذلك أن أول ارتباط بين السماء والأرض في بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم ورزقه هذا العلم. قال الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولتعلموا عباد الله أن الله جل وعلا عظم شأن العلم والعلماء، ولذلك أشهد العلماء على أعظم مشهود، ألا وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله جل وعلا فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك الله جل وعلا بيَّن بأن العلم حياة للقلوب، لا سيما العلم المستمد من الوحي، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير أن المقصود هنا بالحياة بهذا النور إنما هو العلم، والمعنى بأن مرد الأمور كلها إلى العلم. أيضاً رفع الله جل وعلا من درجات العلماء، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضاً العلماء هم ورثة الأنبياء، يقومون مقام الأنبياء في وظيفة صيانة الدين وحمايته وفي تبليغ أحكامه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك العلماء يحمون مصادر الدين وموارده من التبديل والتغيير والابتداع والانحراف وغير ذلك مما يطرأ على دين الإسلام. كذلك العلم أيها المؤمنون يدعيه كل أحد، بخلاف الجهل فإنه يفر منه كل أحد. وكفى بالعلم شرفا، وكفى بالعلم فخرا،
أن يدعيه كل أحد، ذلك أن الجهل منقصه وأن العلم منقبه، فهنيئاً لمن سار على هذا الطريق، هنيئاً لمن تعلم وعلم. كذلك عباد الله، العلم يحرسك بخلاف المال، ولذلك حينما تكلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في فضل العلم فقال من جملة ما قال: العلم أفضل من المال، فالعلم يحرسك والمال تحرسه، هكذا هو الواقع يا عباد الله. كذلك عباد الله، العلم يدخل معك القبر فينجيك الله جل وعلا بسببه وبإذنه وبرحمته من أهوال القبور، أما المال فتخلفه وراءك عند الورثة، حلاله حساب وحرامه عقاب. ولذلك العلم أيها المؤمنون سبب من أسباب الرقي والفلاح بخلاف الجهل، فإنه سبب من أسباب الهدم والفساد، من أسباب الهدم والفساد. فكم قامت من حضارات على العلم، وكم اندثرت من حضارات بسبب الجهل. ولذلك العلم سواء الديني أو الدنيوي سبب من أسباب كل خير. فالله الله عباد الله، الله الله بالارتباط بالعلم، فإن العلم رتبة سنية ومكانة علية لا يبلغها إلا من سار على هذا الطريق اللاحب الطويل، وجعل الصبر مطية، وتدرع بالصبر لأجل نيل هذا العلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فنحن على أعتاب عام دراسي جديد، وسيذهب أولادنا في هذا الأسبوع إلى مدارسهم على جميع مستوياتهم التعليمية، ولا شك بأن هذا سبب من أسباب رقي هذه الأمة وارتفاع شأن هذه البلاد. فالله الله عباد الله بالاعتناء بالعلم، سواء العلم الديني الشرعي أو العلم الدنيوي الذي من خلاله تكون الصناعات وتكون التقانات ويكون التقدم وأخذ زمام المبادرة في مسابقة الأمم نحو الرقي ونحو الصلاح. ولذلك إن كان من رسائل أوجهها هنا، فأولاً إلى أولياء أمور الطلاب من البنين والبنات، عليهم بحث أولادهم على الاكتساب العلم والمعرفة، وبيان ما للمعلم من الحق العظيم والمنزلة الكبيرة. فاحترام المعلم لا شك أنه سبب من أسباب البذل والعطاء، وازرعوا في تراب ترائبهم محبة العلم والترقي في هذا المعراج الذي يقود إلى فوز وفلاح بإذن الله رب العالمين. وعلموهم الإخلاص، بمعنى أن يكون طلبهم لهذا العلم لله عز وجل، فالله جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فواجب على أولياء أمور الطلاب والطالبات أن يستهدفونهم بالتوجيه والتعليم والإرشاد والتأديب. وأما الرسالة الثانية فهي إلى هذا
الجنس من خير البشر، ألا وهم الأساتذة والمعلمون، هؤلاء الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمعلم له منزلة كبيرة ومكانة رفيعة. وفي خطبة الأولى ذكرت فضل العلماء من خلال نصوص القرآن والسنة، ولا شك بأن النصوص كثيرة، ولو لم يرد في القرآن والسنة شيء لكفى بمنزلة المعلم في عقول العقلاء مكانة ورتبة وشرفا. فالله الله بالاجتهاد في تعليم أولاد المسلمين والإخلاص في أداء هذه الوظيفة وهذه المهمة، وكذلك عليكم بمراقبة أخلاقهم وبتربيتهم على الآداب الإسلامية والأخلاق المرعية، فإن الولد جوهرة بين يدي معلمه، فعليه أن يحافظ عليها وأن يوجهها الوجهة السليمة الصحيحة، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فالمسؤولية كبيرة على المعلم، المسؤولية كبيرة وعظيمة على المعلم، فالواجب عليه أن يزيد من جرعة المراقبة والملاحظة والتأديب والتربية حتى ينال الأجر والثواب من الله جل وعلا. والرسالة الأخرى إلى جميع المجتمع، وهو الشكر لله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، ثم الشكر لهذه الدولة المباركة على ما وفرت من مدارس وجامعات ومن معاهد وكليات تتيح لأولادنا من المواطنين والمقيمين الانخراط فيها لأجل التعلم ولأجل التعليم بعد ذلك. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل نستثمرها في طاعة الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأله أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبيه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.